فعلتم وظننتم بأنهم قليل فيكثرهم الله في أعينكم. فنسأل الله تعالى التوفيق وأن يبارك لنا في هذا العدد من العمال والعاملات الشرفاء الذين يناضلون صباح مساء من أجل حقوقهم فقط، من أجل مستحقاتهم، لا بأن تتفضلوا ولا تتكرموا عليهم بإكراميات أو منح. لا يريدون منكم صدقة ولا يريد منكم شفاعة، يريدون فقط حقوقهم وأن تؤدوا ما بذمتكم لهم. فالرسائل واضحة جدا، فالرسائل واضحة، فحسبنا الله ونعم الوكيل في من أوصلنا لهذا ولمن تجبر واستقوى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحيي وأناضل بقوة من أجل صوت الحق ومن أجل أن يأخذ هؤلاء العمال حقوقهم الشرعية والمشروعة. فيا شركة الإسماء ويا مسؤول ويا مدير، يا من تتوارى وراء المكاتب وتسمع الأصوات ولا من مجيب، فإن كانت لكم الشجاعة فتفضلوا بإقناع هؤلاء العمال والعاملات. لديهم تساؤلات أوصلناها لكم بالأمس القريب، لكن تجبرتم واستقويتم عليهم، فالتاريخ يسجل ولنا في التاريخ محطات وعلينا أن نتذكرها. نقف هنا وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء العمال والعاملات المرابطين خارج الفندق وداخله من أجل حقوقهم الشرعية والمشروعة. لذلك نجدد بأن رغم كل ما يقع فالمعنويات مرتفعة ولله الحمد، والإحراج لكم يزداد يوما بعد يوم. فرجحوا عقولكم يا عباد الله. كم من متكبر وكم من جبار، هل يذكرهم التاريخ؟ لا والله لا يذكرهم التاريخ، ولكن التاريخ يذكر الأبطال الكرماء الأوفياء الذين يساهمون في حل المصائب لا في خلقها ولا في تأزيم الأوضاع ولا في التجبر والتكبر على هؤلاء العمال والعاملات. فلنا الله ولك الله يا وطن إن كان مثل هؤلاء المسؤولون يتعاملون مع هكذا أوضاع وهكذا ملفات. فلك الله يا وطن. ونسأل الله في هذا اليوم الكبير العظيم أن يرينا قوته وعظيم سلطانه في من تجبر على هؤلاء الضعفاء، على هؤلاء الضعاف. اللهم يا حي يا قيوم انتقم يا كبير يا متعال، يا جبار يا كريم، يا حنان يا منان. اللهم انتقم من كل متكبر يا كريم يا عتيد. اللهم إنا ضعاف وإليك نشكو ونرفع هوان ضعفنا وقيلة حيلتنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرينا الحق حقا وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يبارك في عمري وصحتي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبارك في عمره وشافاه وعافاه. فنحن نجدد كل التحية، تحية عيد العرش المجيد، ونجدد كل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فلا عاش من خان هؤلاء العمال، ولا عاش من أجهز على حقوقهم، ولا عاش من خانهم، فهم اليوم أقوى وهم اليوم واحد. فلتذكر يا مسؤول ويا من له القرار بأننا رغم كل شيء يد واحدة. فبالأمس القريب تسألون من نمثل، واليوم نجيب، نمثل صوت الحق ونمثل كل ضمير وكل عامل وعاملة أجهزتم على حقوقها وطحنتم كل المعنويات. فيا للمهزلة
واللهم لا شماتة. وباختصار أؤكد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فخير الدعاء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء الصيام وهؤلاء اليوم يدعون الله تعالى بأن ينتقم ممن تسبب لهم في هذه الكارثة، ومن أجهز على حقوقهم، ومن أراد بهم كل سوء وكل منكر. فها هم اليوم يرفعون أكف الدراعة للواحد الأحد القهار الصمد بأن ينتقم له منهم وأن يريهم فيهم قوتهم، فإنهم تجبروا علينا. فيا حي يا حي يا قيوم، أرينا عظيم قوتك وجبروتك وسلطانك في من تعدى واعتدى وأجهز على حقوق هؤلاء العمال والعاملات. فلا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين.